أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم، لكل ما هو جديد في عالم الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. السعودية أمل الشهراني تكشف سبب إصابتها بصدمة نفسية حادة. كشفت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الشهراني عن سبب إصابتها بصدمة نفسية حادة، موضحة أنها كانت لا تعرف قيمة ذاتها ومدى احتياجها للهدوء النفسي، حيث إنها ذهبت للكثير من الأطباء فعجزوا عن تفسير حالتها إلى أن اكتشفت أن الحزن هو وراء كل ما أصابها. وقالت الشهراني عبر سناب شات: على كل القصص الظلم اللي عشته قد أقواها وأوجعها وأعظمها حزنا بعد ما ولدت معاذ، وصار لي صدمة نفسية مؤلمة وما كنت وقتها أعرف قيمة ذاتي ونفسي وما تستحق من السلام والهدوء، واللي يتركنا بإرادته لازم إحنا بعد ندركه يروح لأننا نستحق الأفضل. وأضافت: دخلت في حالة مرضية ما كانت العيادات الصغيرة تستطيع تشخيصها، إلى أن انتقلت لبروفيسور باطنية عرف أنه أصبت بالربو الحاد، وهذا ردة فعل للحزن اللي صابني، وصار يقول لي حرام أنت صغيرة ولازم تحافظين على صحتك وتتالت المشاكل، هبوط في الضغط وأعصاب. وأوضحت: وقتها بديت أستوعب أنه بدون صحتي ولا شيء ولا شيء ولا شيء أقدر أسويه أو أستمتع فيه، وأنه تربية أولادي واللعب معهم تحتاج صحة، وأنه السعادة مجرد صحة. فاتخذت عهد على نفسي أني أرضيها وأدللها وأحميها من كل الأشرار. واختتمت حديثها قائلة: وبما أني أحب أكتب أدعية كتبت هذا الدعاء ولزمت من 8 سنوات إلى اليوم. اللهم يا جبار أجبر كسري بنجاح يفوق توقعاتي، ويا عظيم عظم شأني بين خلقك واجعل لي مكانه أنصر فيها كل مظلوم، واجعلني صوت من لا له صوت، أطلب الله نجاح يفوق توقعاتي أنا وليس توقعات عائلتي أو أي بشر. وكانت أمل الشهراني قد فتحت النار على الإعلامي الكويتي صالح الراشد بسبب توجيهه سؤالا لمواطنتها الفاشينيستا دانا موديل حول حقيقة شرائها للملابس المستعملة أثناء استضافته لها في برنامجه على القناة الكويتية. وقالت الشهراني عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق سناب شات: شفت السؤال المنحط والقذر جدا، وكيف صاروا يدخلون في حياة الناس ويسألون من وين مصدر لبسه، ايش خصك وايش دخلك، هو من خلال ابوك او من خلال قناتك؟ الاجابة لا. واضافت: ليش تسألون الناس هالاسئلة المنحطة، ايش هالعقول المستخدمة، احنا ملابسنا مستخدمة لكن عقولنا فريش وناضجة وراقية ومثقفة، أنا أمل الشهراني وأعلن هالكلام ملابسي مستعملة، وخلي راسكم مرفوعة، ما عليكم من أحد، نصف المجتمع ما عنده فلوس عشان يصرفها على الملابس عشان يعجبك. وأثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني جدلا واسعا سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بكائها بحرقة وهي تتحدث إلى متابعيها عبر خاصية اللايف على تطبيق انستغرام. وظهرت أمل الشهراني عبر الفيديو وهي تبكي بسبب تعرضها للتنمر والرسائل السلبية التي تحتوي شتائم وتهديدات، خاصة لأنها مطلقة. وقالت أمل الشهراني: أنا إنسانة شجاعة أطلع وما يهمني أحد، لكن بنفس الوقت أنا إنسانة حساسة ما أذي نملة للأذى. وأضافت أمل الشهراني: إيه أنا إنسان مطلقة من زمان مطلقة، لكن أنا أحب أبو أولادي واحترمه وأحبه كأبو أولادي، أحترم إنه رجل كويس ما أذاني وأنا ياللي اخترت طريقي. وكشفت أمل الشهراني أنها يتيمة الأبوين، وقالت: ما عندي عائلة، لا أم ولا أبو، ما عندي إلا أولادي. وختمت أمل الشهراني الفيديو بقرارها اعتزال السوشيال ميديا قائلة: كل هذا عشان شعري طالع، اتركوه يتنفس، ما عاد أبغى السوشيال ميديا، خلوها لكم. والجدير بالذكر أن أمل الشهراني هي أول سعودية تفوز ببطولة الكروسوفت العالمية عام 2010 في أمريكا، وهي ناشطة سعودية عبر السوشيال ميديا تقيم في أمريكا، واستثمرت شهرتها في قيادة حملة داخل السعودية لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها في ظل ازدياد حالات القتل والعنف والجريمة داخل المجتمع السعودي. عشان إيش؟ عشان إيش تدعون علي؟ عشان إيش؟ أنا كلت من رزق أحد؟ طلمت أحد؟ أبد. إذا عندكم طاقة وسخة ابعدوها عني، ابعدوها عني. مو واحد يرسل لي إنه يعرف إنه أنا قاعدة، يعني أوه هي تنتظر إعلان، خليني أعطيها إعلان وهمي بعد ما يخلص، يعني يقولها كل كب يعني جبروت، يقول أكرهك
يقول أكرهك وأبغى أضيع وقتك. طيب ليه؟ أنا يتيمة، ما عندي لا أم ولا أب، ما عندي أهل، ما عندي أخوان، ما عندي أخوات، عندي أخت واحدة بنت عمي، وعندي أبو أولادي، فلا تقهرون اليتيم. أنا شجاعة لدرجة إني أنا ما يهمني إيش بينقال عني بعد هالفيديو. أنا حزينة لدرجة إني أفكر في الناس في سوريا وفي العراق كيف راح يقاومون هالمرض. أنا حزينة إن الوضع سيء، الحالات تزداد. أنا أنتي صرتي تشترين أغراض وملابس مستعملة حق بيتك وملابس بنتك، ولا هالكلام غير صحيح؟ مو بنتي، أنا حرب بنتي ملابسها رخيصة أصلاً، يعني الأغراض هني على تايلاند على نص ولا ربع ما أحتاجها. مرحبا، شفت المقابلة؟ شفت السؤال الجداً منحط القدر؟ كيف إنهم صاروا يدخلون في حياة الإنسان ويسألون أسئلة حتى عن مصدر لبسه؟ إيش خصك؟ إيش دخلك؟ إيش من حلال أبوك؟ من حلال قناتك؟ من حلالكم؟ لا. سو ليش تسألون الناس هالأسئلة المنحطة؟ إيش هال العقول المستخدمة؟ إنتوا عقولكم مستخدمة، إحنا ملابسنا مستخدمة لكن عقولنا فريش، جديدة، ناضجة، راقية، مثقفة. أنا لبسي مستخدم، أنا عمر الشهراني أعلن هالكلام وأي أحد يشوفني خلي راسك مرفوع، أنا ألبس ملابس مستخدمة ما عليك من أحد. نص المجتمع ما عنده فلوس عشان يصرف على الملابس عشان يعجبك أنت وياه. أصلاً أنت اللي قاعد تسأل هالسؤال السخيف المنحط. أنت تلبس ملابس قد قبلك جاء واحد وقاسها وطقع فيها وأنت لبستها على وجهك. أوكي؟ سو لا تتدخلون في الناس، اترك العالم تعيش، اترك العالم ولا تقارن. لو هذه معلومة وليست إعلان، أوكي؟ أي امرأة تراني الآن مو لازم تفصلين وتخرجين في الشارع تسوين رياضة، بحجابك تقدرين تسوين رياضة، أنت جميلة بحجابك، أنت جميلة بنقابك، أنت جميلة بالمعتقد الجميل اللي أنت مؤمنة فيه، ما عليك من أحد، مو لازم تفصلين وتخرجين، مو لازم تسيرين مثلي، لا تسيرين مثلي، بس سوي الشيء اللي يناسب صحتك ومبادئك. فهمتيني؟ مبادئ الصحة هذا يشوف العالم عشان تصيرين رياضية. أنا هذا اخترته لنفسي، هذا مبدأ أنا اخترته لنفسي. أنت خليك زي ما أنت جميلة بمبادئك بمعتقدك، بس اهتمي بصحتك بس، لكن لا تفصخين باسم حرية ولا باسم إن بتصيرين أحلى ولا أنا ما صرت أحلى أو صرت بحرية لما فصخت، ما تغير شيء في حياتي، بالعكس عادي. فلا تغيرين من نفسك عشان